اهلا بيكو. النهارده هكلمكو عن تجربتي مع ماسك الكالسيوم بنتونايت اللي موجود في العبوه دي. سبسكرايب للقناه لو مشتركتوش لسه. ما بحبش استخدم منتجات كتير على بشرتي، ما بحبش تعدد الحاجات والروتين بتاع البشره، بحب استخدم حاجات قليله لكن فعاله جدا وجودتها ممتازه لا يعلى عليها، ودايما الحاجات الطبيعيه هي اللي بتبقى فايزه الطبيعيه فعلا. البنتونايت، كالسيوم البنتونايت ده عبارة عن زي ما انتوا شايفين بودرة، العبوة مرسوم عليها هرم الأستك ومكتوب عليها أستك سيكريت، سر الأستك. هل ده ليه علاقة بالمنتج؟ أيوة ده ليه علاقة كبيرة بالمنتج، لأنه مستخرج من منطقة معينة، مكان السكان امريكا الاصليين او الهنود الحمر ما كانوا عايشين، لان ده رماد بركاني. فتخيلوا قد ايه غني بالمعادن، قد ايه غني بكل شيء مفيد للبشره في المكون ده. فايوه هو ده ليه علاقه مباشره بالمكان اللي جاي منه، ومسميينه انديان هيلينج كلاي او الصلصال الهندي للشفاء. ده خواصه لا تعد ولا تحصى، لدرجة انه بيستخدم في علاجات مختلفة تماما عن علاجات البشرة. بيدخل في معجون الاسنان، بيدخل في علاجات كتير جدا للركبة. بالنسبة خواص البشرة بيعمل ايه؟ افضل تنظيف على الاطلاق. المادة دي من خواصها انها مش بس بتنظف المسام للاخر، مش بس بتزيل السموم والاتربة والاوساخ، بتشيل الدهون الزيادة، بتعادل مستوى الدهون في البشرة. الماسك ده بنعمله عن طريق مزج كمية من الصلصال البنتونايت، الكالسيوم بنتونايت، مع كمية من خل التفاح او المية، وممكن نمزج خل التفاح بالمية. لكن خلوني الاول اكلمكم عن المكون الاساسي في ماسك النهاردة. جربته مع بنتي مع حب الشباب، وفعلا الموصوف بيه حقيقي، بيعالج حب الشباب، بيعالج الأكزيما وإصابات البشرة المختلفة. ده من المكونات الممتازة اللي لازم تكون موجودة في البيت، استخداماته لا تعد ولا تحصى. وأنا دايما زي ما بعمل مع نفسي بشرح غيري، عمري ما باخد الوصفة وبطبقها كده عمياني، أنا بعمل سيرتش وبتأكد إن اللي أنا بحطه على بشرتي أو اللي أنا بستخدمه على جسمي أو لأولادي أو لأسرتي أو اللي بنصح بيه حاجة ممتازة نظيفة وآمنة وفعالة، وإلا نبقى بنضيع فلوسنا. هو ده غالي شوية لكنه بيختصر منتجات ملهاش حصر بنستخدمها على البشرة. هسيب لكم في الديسكريبشن بوكس، في صندوق الوصف تحت، الموقع اللي انا جبته منه. بيشحن لكل الدواء معلقة من البودرة، انا بستخدم بس المعلقة، الكمية دي تكفي ماسك واحد. انا بستخدم معلقة ستيل معدنية، لكن مش لا ينصح بان انا اقلب بيها، فبس لان المقادير لسه جافة انا هستخدمها. معلقة خل التفاح، هاخد معلقة واحدة مساوية بالشكل ده. التقليب ما بيكونش ابدا بالمعلقة دي، لكن انا بس هحط بيها المقادير. وهحط معلقتين مية. انا هقلب بستكات خشب. هقلب كويس لغاية ما اخد القوام اللي انا عايزاه. ممكن احتاج شوية ازود بودرة على خفيف او ازود مية حسب القوام اللي بيكون موجود عندي. جهز الماسك عندي، بطبقه على الوش كله طبعا ما عدا محيط العيون. عايز اقول انه الكالسيوم بنتونايت بطبيعته غير سام وغير مهيج، ما بيعملش حساسية، وغير سام غير مؤذي على الاطلاق. انا بشرتي حساسة، بشتري المنتج مكتوب عليه للبشرة الحساسة وبيهيج وشي، لكن الماسك ده نظرا للتنظيف الشديد اللي بيقوم بيه
الغلغلة العميقة في البشرة بيعمل احمرار خفيف جدا، بيدوم لمدة 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة بالكتير، وغير مؤلم. فده طبيعية جدا، اي حد استخدم الماسك ده هيقولكم ان بيعمل احمرار خفيف مؤقت في الجلد، ملوش اي تأثير لا على المدى القصير ولا على المدى البعيد. كده على ان احنا ما بنستخدمش اي حاجة معدنية، لا السلطانية او الحاجة اللي بنخلط فيها تكون معدنية، ولا اللي بنقلب فيها تكون معدنية، بيكون حاجة ما تتفاعلش مع المكونات. الماسك ده ممكن يتعمل مرة لمرتين في الأسبوع، أول مرة ما بيزيدش عن 10 دقايق، زي أي منتج بنستخدمه على البشرة لأول مرة بنعرف البشرة عليه، وبعد كده الماسك ممكن يتحط لغاية 3 ساعة. أنا شخصيا ما بحتاجش معاه أكتر من 10 دقايق. انتبهي للوقت خصوصا في اول مرة، 10 دقايق كفاية جدا، ربع ساعة كويسة اذا بشرتك محتاجة للربع ساعة. انا بشرتي دهنية جدا، حساسة جدا، ما بحتاجش اكتر من 10 دقايق مع الماسك ده. يا ريت يكون الفيديو عجبكم، ان شاء الله اعملوا لي لايك، واعملوا سبسكرايب للقناة، واعملوا فعلوا الجرس عشان كل الفيديوهات الجاية تحضروها وتقدروا تشوفوا اللي فات. اكتبوا لي في التعليقات عن اي تساؤلات ليكم تخص الوصفة دي النهاردة، وأشوفكم المرة الجاية إن شاء الله تكونوا استفدتم.